حقق المخترع طارق عبد الجليل أستاذ علوم الحاسوب إنجازات غير مسبوقة في مجالي الاختراعات والابتكارات، تسهم بشكل كبير في خدمة الإنسان والمجتمع. طبعا احنا قمنا بعد كبير من الاختراعات، من ضمنها مثلا الكاوية الاقتصادية خاصة للطلاب، القمامة لدراسة عشان نتخلص مشكلة النظافة، طبعا مكيف اقتصادي الهدف منه انه يعني اكثر من شركة في ذا المجال، واحنا ممكن ندخل في ذا المجال بشكل قوي. طبعا بالاخير حذاء مضاد للالغام، معنا برضو تصاميم بسيطة لسرير يمكن يستخدم كحمام للمعاقين بحيث المريض ما يعني ما يتعرضش نفسيته للذل بسبب هذه العملية. معنا بعض الافكار بسيطة ايضا، ومعنا افكار ضخمة على مستوى عالمي. كان ابرز اختراعات طارق حذاء لكشف الالغام عن بعد بهدف حماية الأرواح من مخلفات الحرب، وجهاز تكييف اقتصادي يعمل بالماء بدلاً من الغاز، إلا أن تلك الاختراعات لم ترى النور إلى يومنا هذا. يعني أي علم بيظهر، أي شيء مبتكر أو قد بيظهر فيها بيكون أساس، يعني في له شيء موجود من قبل وفي ناس بيدعموه، لكن للأسف وقف الدعم من جميع الجهات، حتى من قبل الجهات العلمية الموجودة في عدن أصبحت لا تدعم الابتكارات الفكر الحديث، فاصبحت تدعم الفكر القديم، حتى كلية الهندسة، كلية التربية، كلية الطب، نفس الشيء المنهج القديم، كل شيء يعتبر ثابت. ما يفهموش انه في حاجة تجدد. ما شاء الله عليه مكافح، يا سلام عليه، مكافح، له اختراعات كثيرة، له أعمال كثيرة، أكثر من 15 سنة، وما شاء الله تبارك الله، يعني عدة اختراعات معه، وعدة أعمال كبيرة جدا معه، ولكن للأسف نحن في اليمن ما فيش أي أحد يعني يعوله، وما فيش أي أحد يعني ينهض فيه، ولا أي منظمة. ما زال طارق بكل عزيمة يتطلع إلى من يتبنى تلك الاختراعات لإنتاجها على المستوى التجاري وتسويقها محليا وخارجيا تحت مسمى صنع في عدن. فاتن سكندر لقناة الغد المشرق، عدن.